باقي مشاهدي قناه الكرمة في كل مكان في العالم اهلا بكم في برنامجكم سكيب الروح الوقت اللي فات كنا بنتكلم على اسماء الروح القدس والمره دي هنبتدي نتكلم على حاجه جديده اللي هي رموز الروح القدس في البدايه بحب ارحب بحضره القسيس يوسف بخيت اهلا بحضرتك يا حضره القسيس اهلا وسهلا اختي الرب يباركك اهلا وسهلا بالساده المشاهدين واثقين رب يدينا وقت طيب واحنا بنتعلم من كلمه الرب أمين. في أشياء عظيمة عن الروح القدس وسكيبه وأن الرب يسكب ده علينا وعلى حياتنا وعلى بيوتنا أمين يا حضرت مبسوطين قوي تكون معانا النهاردة آه النهاردة عن نحب نتكلم عن رموز الروح القدس الكتاب ذكر رموز كتيرة قوي الروح القدس تحب تكلمنا عن إيه النهاردة؟ آه الحقيقة هاخد حاجة كلنا بنحبها قوي طائر بنحبه الحمامة وهاقرأ yeah. آه وهقرأ جزء من كلمة الرب مرات يمكن الناس ما يفكروش انه ده بيشير للروح القدس موجود في سفر التكوين اصح 8 حصل ايام نوح لما أيوه. حصل الطوفان وبعدين من كل الحيوانات والطيور دخلت في فلك نوح. أيوه. فنوح وهو في الفلك ارسل اول مره الغراب علشان يشوف الارض جفت ولا لا خرج الغراب ولم يعد, ولم يعد. أيوه. بعد كده الكتاب يقول لنا في تكوين 8 28 يقول عن نوح ثم ارسل الحمامه من عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه الأرض مم. فلم تجد فلم تجد الحمامة مقرا لرجلها yeah. فرجعت إليه إلى الفلك أيوة. لأن مياه كانت على وجه كل الأرض yeah. فنعمل فمد يده وأخذها وادخلها عنده إلى الفلك مم. فلبث أيضا سبعة أيام أخرى وعاد فأرسل الحمامة من الفلك مم. فأتت إليه الحمامة yeah. عند المساء وإذ ورقة زيتون خضراء في فمها فعلم نوح أن المياه قد قلت على الأرض فلبس أيضا سبعة أيام أخر وأرسل الحمامة فلم تعد ترجع إليه أيضا مرات كتير بنفتكر أن نوح أرسل الحمامة مرتين لكن اللي يركز في النص الكتابي الحمامة أرسلت ثلاث مرات أول مرة أرسلت الحمامة لم تجد مقرا لرجلها أيوة. فرجعت مرة تاني للفلك مم. الصورة دي الحقيقة لأن الحمامة لم تجد مقر رجلها وما مكان ترتاح فيه ولا تقف عليه مم. فرجعت مرة تاني للفلك ده بيمثل ايه؟ مم. بيمثل حالة الخراب اللي كانت موجودة عليه الأرض بحسب تكوين واحد عدد اثنين يقول الكتاب وكانت الأرض خربة وخالية مم. وعلى وجه الغمر ظلمة بعدين وروح الله يرف على وجه المياه م. بيستخدم هنا روح الله يرف على وجه المياة ده معناه إيه ده إشارة لحمامة الروح القدس أيوه. وهنقول نربط ده ليه لأن لما يسوع اعتمد الروح القدس ظهر أيوه. بهيئة جسمية مثل حمامة مثل حمامة فالروح القدس لما كان في تكوين أصح واحد وعدد اثنين الأرض خربة الروح القدس في, في الثالوث كان خالقا ومجددا لحياة الكون ده بيمثل مرات أن الروح القدس يرف على قلوب خطاط لم يعرفوا الرب وبعدين ما يقبلوش الروح القدس فالروح القدس يمشي منهم وما يسكنش جواهم لانه ما رحبوش بيه. ده حقيقي. دي المره الاولانيه اللي ارسلت فيها الحمامه. روح الله يرف على قلوب الخطاة ما فيش حد بيرحب بيه. الحمام الحمام حساس. ايوه. روح القدس شخص حساس. ما يقحمش نفسه ما يخليش الخطي رغما عن انفه يتوب. لا 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 ما يعملش كده قبل روح القدس. روح القدس يجي ويرف على وجهه على قلبه. يعني يرف؟ يعني هو مثلا واحد خاطئ دلوقتي قاعد بيسمع الكلام ده الروح القدس يقول له انت بتاعي ممكن تفتح لي ادخل قلبك واغيره ما يهتمش بالكلام الموضوع مش عليه لا يعنيه شيء يبقى سمع صوت الرب ليه وروح الرب تواصل معاه بس هو ما تجاوبش سمع رفرفه الحمام لكن سمع رفرفه الحمام يعني ما سمحش انه لكن ما سمحش الروح الله يدخل جواه يعني. يقول الكتاب عن نوح انه مكث سبعه ايام وارسل الحمامه مره ثانيه مرة في المره الثانيه اللي ارسل فيها الحمام نوح الحمامه برضه رجعت بس المره دي راجعه مش فاضيه ايوه راجعه ومعاها غصن زيتون ولما رجع غصن زيتون ادت خبر بسلام لنوح وده بيمثل حاجتين إن الله لما أرسل روحه عايز يتواصل مع العالم أيوة ده أكيد فعصم الزيتون إشارة للسلام أيوة. الله عاوز يصنع سلام مع العالم أيوة فعن طريق الروح القدس لما بيوصل لقلوب الناس يقول أنا عايز أتصالح معاك عايز يبقى في سلام بيني وبينك أيوة. عايز بدل ما أنت بعيد عني وبدل ما من أنت مخاصمني بسبب الخطية لإن أنا بحبك فبتواصل معاك فبرسل لك الكلمة اللي تدي لك حياة برسل لك الكلمة اللي تشبع قلبك الحاجة الثانية إن الروح القدس في العهد القديم كان عامل زي الحمامة اللي بيقبلوه كان يحل الروح القدس عليهم مؤقتاً وبعد كده يعمل إيه؟ يفارقهم مرة تاني يحل على النبي يقول النبوة وبعد ما يتم من النبوة يفارقوا الروح القدس م. يحل روح الرب على شمشون وبعد ما ينتهي من العمل يفرقوا الروح أحمد. القدس على شاول كمان كان على شاول على كل كل انبياء مم. العهد القديم بلا استثناء كل الانبياء مم. يحل عليهم الروح القدس ويفارقهم حمامه خرجت راحت وقفت سقرت على شجره زيتون وجابت غصن زيتون ورجعت مم. مم. ارسلت الحمامه للمره الثالثه أيوه. في المرة الثالثة لما أرسلت الحمامة الحمامة رجعت, مم. رجعت. مم. ده معناه ايه؟ من بعد مجيء المسيح مم. وتم المسيح عمل الفداء للجنس البشري وادانا خلاصه مم. وحضر الروح القدس في يوم الخمسين اللي كنا موعدين بيه من الرب يسوع زي ما اتكلمنا وإحنا بنتكلم عن اسماء الروح القدس مم. قلنا ان الروح القدس ده روح الموعد القدوس وان ده الله وعدنا بمجيء الروح القدس مم. لما حضر يوم الخمسين الروح القدس لما حل مره ثاني استقر ما رجعش مره ثاني للسما تاني فالروح القدس موجود على الأرض في الكنيسة زي الحمامة لما خرجت من فلك نوح لم ترجع الحمامة مرة تاني للفلك الروح القدس النهاردة بيرف في العالم من خلال الكنيسة بيشتغل في الكنيسة لقداسة المؤمنين لطهارتهم لنقائهم ليستخدمهم ليحملوا شهادة المسيح للعالم عشان يرسلوا الباقي الناس وبالروح القدس في الكنيسة بيوصل لكل خاطي بيوصل لكل بعيد علشان يقول له ان الله بيحبك وعايز أصنع معاك سلام ودي الرسالة الرب اللي سابها للكنيسة لما قال لنا نسعى عنه كسفراء كأن الله يعظ بنا نقول للناس تصالحوا مع الله مع هذا غصن الزيتون تعالوا نصطلح مع ربنا الروح القدس ينقل كلمته عن طريقنا كخدام وعن طريق الكنيسة في كل مكان في كل بلد في كل منطقة بنحمل سلام الله بنحمل بركه الله عشان كده الروح القدس جواه كمان ثمر يعني. خلي بالك معايا الحمامه كانت حامله في فمها غصن زيتون غصن الزيتون الحامله ده شارل الثمر والروح القدس لما بيجي على المؤمنين معاه الروح القدس فيجعل ثمر فيجعل ثمره فينا يعني. وبشكل رائع وبشكل ممتع جدا وكاننا اغصان في الكرمه احنا كلنا اغصان نعم. في كرمه كرمه المسيح نعم يعني. الحمام كمان يميزه البساطه ايوه طبعا فالرب يسوع المسيح في انجيل متى صار عشرة يكلم المؤمنين ويقول لهم كده ها انا ارسلكم كغنم وسط ذئاب فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام, كالحمام. ده حقيقي ليه يقول كونوا حكماء كالحيات الحيه دايما تحافظ على حياتها ان في حاله الخطر دايما تبعد راسها عن الاذى الحيه اضراب الحيه في اي جزء من جسدها تعيش اضراب الحيه في راسها تموت. تموت والحيه لانها ممثله بالشيطان ففي وعد ان المسيح نسل المراه يسحق رأس, رأس الحيه, الحية. ليه رأس الحيه لان الحيه تموت من راسها يقضي عليها يقضي عليها أيوة. المسيح بعمله على الصليب مم. سحق راس الحيه مم. فبيقول لي خليك حكيم ايوه من خلال الروح القدس يديني الحكمه مم. ازاي اقدر اسحق الشيطان تحت ارجلنا وده الاله السلام يسحق الشيطان تحت, تحت ارجلكم, أرجلكم سريعا لكن الحمام غير الحياة الحمام بسيط الحمام في نظرته ما عرفش يبص بعينه في اتجاهين يعرف يركز حته واحده يعني انا ممكن بص عليك دلوقتي وممكن بعين التاني يروح وارجع تاني الحمام آه. ما يعرفش يعمل دي الحمام لما يبص بيبص في اتجاه واحد حته واحده الحمام بسيط عشان كده الحمام كمان يخلو من الغش عشان كده الرب عاوز يقول للمؤمنين ايه خليكم بسطه زي الحمام لا نحمل في قلوبنا لا غش ولا مكر ولا, ولا خبث ولا اي حاجه نكون بسطه يعني يكون كلامنا نعم والبساطه نعم. خير العباطه طبعا اكيد طبعا مختلفه تماما يعني أكيد طبعاً. البساطه تخليني يعني بسيط الكلمه الاوليه اللي تقوليها انا بصدقها من غير ما احط عليها اي محمل تاني لان احنا مرات نحمل الكلام جمل ومعاني ونحور في الكلام ده كان قصده كده وده كان قصده كده بالظبط الروح القدس يديني البساطه دي خليني اصدقك وان الكلمه اللي انت بتقدميها وبتقوليها بقبلها بالبساطه الروح القدس يديني البساطه دي ما يدينيش المكر ما يدينيش الخبث ما يدينيش العوج ما يدينيش الالتواء عشان كده الروح القدس زي حمامه يقول شاهد تاني كمان في كلمه الرب في رساله فيليب أصحى اثنين يقول افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء البساطة هنا بتاعت فين بتاعت الحمام أولاد الله بلا عيب في وسط جيل ماله جيل معوج وملتوي عشان كده احنا كمؤمنين مهمتنا قوي ان الناس تشوف فينا البساطة الحقيقية ليه لان بساطتنا يقول الكتاب تضئون كأنوار في العالم رائع. البساطه بتاعه الروح القدس تخليني منور في العالم يسوع قال انا هو نور العالم رجع علينا انتم نور العالم الرسول بولس يقول كنتم قبلا ظلما أما, اما الان فنور, فنور في الرب اصلي للروح القدس ان يجي بنوره علينا وبساطته علينا علشان نكون بسطاء كالحمام امين, أمين. كلام رائع جدا جدا بيبين لنا قد ايه ان الروح الوديعه اللي هو الحمامه قد ايه بتدينا بساطه. اعزائي المشاهدين هنكمل كلامنا معاكم بس فاصل ونعود من فضلكم ابقوا معانا. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info at -tv .com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 36106 Beach, California 90740 باقي المشاهدين ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ودلوقتي بنتكلم على رموز الروح القدس اتكلمنا في الجزء الاول من الحلقه انه رموز الروح القدس اول رمز هو رمز الحمامه اه بنرحب بيكي حضره القسيس يا اهلا وسهلا اختي بنرحب بالمشاهدين مره تاني اهلا بيكي وهنتكلم مع بعض ان الروح القدس مش حمامه بس ايوه ايه لكنه الروح القدس بيرمز اليه بنسمه بنسمة الله لما جه يخلق ادم الانسان الاول في سفر التكوين يقول وجبل الرب الاله ادم من التراب. ايوه. وراح مخلق ادم. أيوة. صوره رسمه. مم. رسم له عينين وايدين ومناخير وكل حاجه. يه. الرسم ده اللي عمله بس ميت. أيوة. بلا حياه. مم. يقول في سفر التكوين اصح 2 عدا سبعه وجبل الرب الاله ادم ترابا من الارض. أيوة. وبعدين ونفخ في انفه نسمه حياه مم. فصار ادم نفسا حيا أي. ادم الجسد اللي هو التراب مم. والجسد ده قال عليه حتى بعد السقوط لانه اتخذ من التراب فانت من التراب والى تراب التراب تعود. تعود فالجسد مم. بيعود للتراب أي. لكن في نسمه خرجت من فم الله النسمه التي خرجت من فم الله اعطت لادم حياه نعم. آدم بدون نسمة الله ميت. لا يعرف أن يتحرك، لا يعرف أن يسمع، لا يعرف أن يتكلم. قيمته تراب. لكن تحولت القيمة الترابية من تراب إلى إنسان غالي جدا على قلب الله لأنه خليقته علشان أصبح الإنسان مميزا بنسمة الله التي أخذها من الله. فكل الناس كل الجنس البشري بكل الوانه بكل لغاته عندهم نسمه الله هي التي تعطي لهم حياه فهذه النسمه حتى لا تجد راحتها الا في علاقتها مع الله يعني بيقال ان احنا لو جبنا العالم في شكل كوره دايره دايره وقلب الانسان في شكل مثلث وحطينا المثلث جوه الدايره تستمر في فراغات ايوه ده لكن لو جبنا المسيح وحطيناه في قلب الانسان بيملى قلب الانسان يديله حياه حقيقي. الانسان بسبب السقوط اصبح ميت الرب قال لادم يوم ان تاكل من هذه الشجره موتا تموت ميت روحيا روحيا آه. حتى لما الرب قال له قال له موتا تموت الناس كانت فاهمه ان ادم اول ما يأكل من الشجره يموت ادم آه. اكل وما ماتش آه. هو اصبح عريان آه. رغم رغم ان الحقيقه لو ركزنا <applause> لما الله جه نادى على ادم وقال له ادم اين انت أيوه. قال له سمعت صوتك في الجنه فخشيت لاني عريان <applause> <applause> سؤال سؤال ليكي <تفضل> هل ادم في الجنه بفعلا كان عريان لما الله نادى لا <applause> لا ما اظنش لا كان لابس ورق التين <applause> مش حواء أخاطط لهم اوراق تين ولبس ورق التين ده بعد السقوط بعد السقوط ايوه الله طب بينادى عليه بيقول له انا عريان من اعلمك انك عريان ايوه ما قال له كده طب الوقت ده ادم كان عريان لا كان على جسده ورق, ورق التين ورق التين, ما يسترش ايوه الاعمال الصالحه ما تسترش ما انا ميت مرات كتير الناس عايشه في الدنيا عايشه ليه اسم زي ما قال في سفر لك اسم انك حي وانت ميت اذ انتم اموات بالذنوب والخطايا الانسان بعيد عن الله ميت الابن الضال في انجيل لقا صح 15 في الكرة البعيدة ابوه يقول عنه ابني هذا كان ميتا طب هو الابن الضال في الكرة البعيدة كان ميت لا كان لا عايش. ما كانش ميت كان عايش وكان بيشتغل وكان بيأكل قرنوب الخنازير يبقى قدام العالم لا هو حي شكله حي شكله حي لكن في علاقته مع ابيه ميت ياما ناس في العالم عايشين لكنهم اموات نسمة الله تيجي علشان تديلهم حياة تخيل الرب يستخدم التعبير ده في في العهد الجديد يقول ايه معلم للناموس راح للرب يسوع المسيح قعد معاه وبيساله اعمل ايه علشان ادخل ملكوت الله اسمع الرب يقول في حديثه مع نقديموس في انجيل يوحنا صح 3 عدد 8 يقول الريح تهب حيثما تشاء وتسمع صوتها لكنك لا تعلم من اين تاتي ولا إلى أين تذهب في في جزئيه مهمه جايه هكذا كل من ولد من الله ايه ارتباط الريح بكل من ولد من الله او كل من ولد من الروح الله لما نفخ في انف ادم قال لما كده بيطلع ايه بيطلع هو. ريح هواء ما هو الهواء هو عبارة عن ريح مم. إما خفيف او شديد مم. فدي نسمة فالريح مم. تهب من حيث ما تشاء قال هكذا كل من ولد من الله يعني الروح القدس يجي بهيئة ريح علشان يعطي حياة الروح القدس يجي يسكن جوه الانسان الخاطي علشان يديله حياة بدون الروح القدس بدون نسمة الله في الانسان البعيد عن دائرة الايمان بدون قبول يسوع المسيح المخلص ميت يعيش ميت ويموت ميت ويذهب الى الهوية الجحيم ميت ويسميه الكتاب الذين يذهبون الى العذاب الابدي يسميه الموت الثاني ايوه ده فعشان كده مين اللي يقدر يدي نسمه حياه للانسان الخاطئ زي ما اداني وزي ما ادالك الروح القدس الروح القدس يجي يعطي نسمه حياه يعطي مش حياه مؤقته لا يعطي حياه ابديه لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل, حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن, من يؤمن به بل تكون له الحياة حاجة. الأبدية بس. روح القدس يدي نسمة حياة روح القدس يعمل حاجة تانية كمان إن الروح القدس نفس الريح اللي اتكلم عنها في حديث الرب مع نقديموس نفاجأ إن في يوم الخمسين إيه اللي حصل يوم الخمسين يقول كده في أعمال اتنين ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة حيث وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين يبقى هنا الريح في الكلمة اليونانية في العبرية حاجة بتعمل صوت صوت الروح القدس يجي يتكلم مع الخاطئ عشان يديله حياة <applause> لاحظوا معايا في حاجة مهمة قوي الرب يسوع المسيح لكل المجد لما قام من الموت والتلاميذ موجودون الأبواب مغلقة كانوا التلاميذ موجودين الكلام ده في إنجيل يوحنا صاعة عشرين دخل يسوع في الوسط يقول وفرح التلاميذ ازرقوا الرب بس بعد ما فرحوا وشافوا الرب يسوع وتأكدوا انه هو موجود عمل حاجه الرب يسوع المسيح يقول نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس نفخ يبقى في نسمه خرجت منه الانسان الطبيعي الخاطي عنده نسمه واحده نسمه الخلق نسمه الحياه الطبيعيه اللي عيش بيها على الحياه الارضيه المؤمن لما يقبل عمل المسيح يبقى عنده نسمتين نسمه الله بتاعه الخلق ونسمه الحياه الجديده بتاعت الحياه الابديه اللي بيعطيها الروح القدس لكل من يؤمن به فلو انت بتقبل النهارده نسمه الله يجي الروح القدس ويتلامس مع روحك ويعطي لك حياه المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح النسمه دي تعطي حياه عشان كده قال الرب يسوع قال قال وساله ينبغي ان تولد من فوق نعم عشان كده كلنا ينبغي ان نولد من فوق ده حق عشان يعني. كده قال لما قال له كمان من الماء والروح الماء اشاره الى كلمه الله أيوة. الروح القدس هو هو روح الله رحمة. فالانسان اللي بيسمع النهارده بيسمع كلمه الله الروح القدس هو روح الله فالكلمه مع الروح القدس بتعطي حياه يعني. بمعنى يعني انا قبل الايمان انا كنت انسان ميت يعني. تعالي نطلب من انسان ميت نقول له من فضلك محتاجين كوبايه ميه ممكن يجيبها؟ لا طبعا ليه؟ لا ما ميت ميت طيب لو قعدنا للميت ده نمدح فيه هيقول شكرا؟ لا ميت مش هيسمع تعال نقول له نزم فيه برضه يقول له انتوا ليه بتزموا فيا؟ لا طبعا ميت يا. الانسان وهو بعيد عن الله مش حاسس بكلمه الله تقول ربنا بيحبك تحس ان تقول له يعني ايه ربنا بيحبني؟ مم. مره حد بقول له كده راح قال لي يا ريت مثلا قلت <applause> له دي حقيقه تقول له الله بيدور عليك طب وليه <applause> ليه بيدور على عايز مني ايه ربنا <applause> ميت مش حاسس مش قادر توصل له محبه الله لانه الله مصدر الحياه لان الله مصدر الحياه ابعد عن المصدر الحياه وانا في النسمه الاولانيه بالخلق انا عايش على الارض وانا ميت <applause> الله في محبته عاوز يعطي الانسان حياه فيرسل كلمته بالروح القدس للخاطي زي ما ارسلها ليا علشان يديني حياه. لما يديني حياه احس بحضور الله. لما يديني حياه احس ببركه الله. لما يديني حياه نسمه الله تيجي احس ان قد الله بيحبني قوي. احس قد ايه الله بيرعاني قوي. ياما انا مرات اتعرضت للموت وانا بعيد عن الله وكان ممكن لما اتعرض للموت كان ممكن اهلك وروح الجحيم والعذاب الابدي لاني ميت. <applause> لكن في محبة الله العجيبة ومحبة الله العظيمة يعمل إيه؟ يرسل كلمته يرسل نسمته علشان يعطي حياة. النهارده عزيزي المشاهد لو أنت مش قادر تفهم ده اقبل عمل الله، خليني أقول لك أنا كنت ميت وأنت ميت بسبب الخطية، أنا اختبرت ده بمعنى انا بسمع كلمه الله بالبساطه قوي وبصدق بالايمان للايمان هو التصديق وبقول للرب تعالى اديني نسمه الحياه كما نفخت في وجوه التلاميذ وقبلوا الروح القدس يا رب تعالى انفخ في حياه عشان تغيرني علشان اقدر اخذ الحياه الابديه لان الحياه الابديه هي هبه من الله الله بيدينا هذه الهبه يبقى من هنا نقدر نفهم ان نسمه الله نمرة واحد بتعمل إيه نسمة الله تيجي على ال... زي ما جت على آدم وقومته من الموت واديت له حياة عنده نفس وعنده روح وعنده مشاعر بعد ما خد الحياه قدر يقوم يشتغل في الجنه ويعملها ويرعاها ويهتم بها طبعا. لما نسمة الله تيجي على حياتي بقدر اقوم الاقي نفسي مثقل بالاخرين اقدر اوصل للاخرين واهتم بيهم نسمة الله تديني مش حياه وقتيه لا تديني حياه ابديه طبعا. دائمه قد اموت بالجسد لكن ليس هذا هو نهاية حياتي لأني عندما أحيا مع المسيح فالجسد إن مات فأكون مع المسيح وده اللي قاله بولس لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح نسمة الله هي القوة العلوية اللي تيجي تغيرني أبقى إنسان تاني بشكل جديد ده عمل روح الله في الإنسان رائع جدا يا حضرة القسيس كلام رائع جدا قد إيه نحن محتاجينه أحباء المشاهدين إن إحنا نتولد من فوق إن إحنا يكون لينا حياة أبدية يجي الله وبروحه ينفخ فينا نسمة أيوة ونتولد من جديد يكون لنا حياة أبدية مع المسيح كلام الروح القدس كلام رائع وشيق نشكرك جدا يا حضره القسيس نشكر وجودك معانا وتفسيرك لكل حاجه وتوضح لنا بالروح القدس كل حاجه نشكركم اعزائي المشاهدين لمتابعتكم وانتظرونا في حلقات قادمه في اسم المسيح الرب يبارككم